هي صورة لنساء وجهتهن جناح النقش بالحناء في سوق الأحد بأكادير، نساء حافظن على عادة قديمة تصاحب الاحتفال بعيد الفطر منذ القدم ولا زالت مستمرة في وقتنا الحاضر، وهي نقش الأيادي والأرجل بالحناء فرحا بالمناسبة. كنحيي جميع المغاربة وعيد مبارك سعيد، مبارك سعيد. وانا جيت دابا نحني حيتاش لابد نحني حيتاش عزيزة عليا الحنة بزاف. عواش لكم مبروكة، انا جيت من مدينة مكناس، جيت ندوز عطلة ديالي هنا ورمضان ديالي، وبغيت بغيت نشوف كيفاش كيديروا الحنة والتقاليد ديال الأكادير، عجبتني بزاف. انا جيت مع الوالدة ديالي، كنجيو لهنايا نتقداو حويجات، وكما ولفنا كنجيو نديروا الحنة تنقشوا. وتبارك الله انا دابا راه ساعه ونص وانا شاده النوبه هنايا الزحام كما شفتوا. تنساوش وليداتنا في العيد، تنفرحوهم باللبسات وتنفرحوهم بالحنة. النساء المتعاطيات لنقش الحنة يعتبرن المناسبات مثل عيد الفطرة الفترات التي تعرف في هذه الحرفة إقبالا كبيرا، ويحاولن بالتالي تلبية حاجة الوافدات عليهن. الحنة راه زوينة، شي حاجة تقليدية، خاص البنيتات يحنيو في العيد ديال بحال العيد الكبير بحال عيد رمضان. بالنسبه للعادات والتقاليد ديالنا حنا المغاربه تنديروا الحنه في المناسبه ومن غير مناسبه، حتى في الاعياد كيكون اقبال. تبارك الله ما كايناش النوبه، البنيات بغاو يحنيو، حتى الوالدين تيتخلاو على الحنه باش يديروا بنياتهم الحنه. حنا تقليديه خلاوها لينا والدينا، كبرنا بها ونكبروا بها حتى ولادنا ان شاء الله، ونتمنوا هذه العاده هذه عمرها ما تزول، والحنه الله يحن علينا من عند الله. ومبروك عواشركم. وزاد تعدد نقوش الحنة وحرص العائلة بسوس على إتيان هذه العادة في مناسبة عيد الفطر من أهمية محلات بيع هذه المادة، وهي المحلات التي تعمل بدورها من أجل توفير أجود حناء وتقديمه لطالبيه في مثل هذه الأجواء الاحتفالية المتميزة. عيد